يسعد لي اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. اهم شيء تحضيرات لرمضان قرب، كل سنه وانتم سالمين. السمبوسك انا بعمله بهذا الشكل، وبعمله كمان حشوه لحمه مثلث ودائره. هدول المثال انا تركته مشان يبينوا. بعمله لاصق مثل هذا مشان تلزق العجينه، بقطعهم كالتالي قطع صغار وبرقهم بالشوبك. الحشوة هي لحمة وجبنة. عملت مع السمبوسك ششبرك، عملها أنا فيديو خاص فيه بس حبيت أشارككم. بعملهم أحجام مختلفة، حجم صغير وحجم أكبر، شوي شي بسيط. وهيك بيكون بديانين. وخلونا مع خليكم معنا، تابعونا برمضان لنقدم أصناف جديدة، نكون سوا. ولا تنسونا من اللايك. باي باي.